الصقر ده هجم على مزرعة دجاج وكان فاكر انه هيعرف يخطف دجاجة فيهم ولكنه بمجرد ما نزل على الارض هجم عليه ثلاث ديوك بكل شراسة وفضلوا يضربوه لغاية ما اكبروه يدخل لأوضة مقفولة جوه المزرعة وده من سوء حظه طبعا الديوك اتلموا على الصقر جوه الأوضة وفضلوا يضربوا فيه وكانوا حرفيا قربوا يقتلوه وهو كان كل شوية بيحاول يطير عشان يخرج بره الأوضة مش عارف وده لغاية ما ربنا كرمه وقدر يهرب بالعافية وجسمه كله مليان إصابات الصار من كتر الاصابات اللي في جسمه مكنش كانش قادر حتى يطير ومن تعبه خبط في سلك المزرعه وهو طاير ووقع جوه المزرعه من تاني